هذا هو تشيمب، وهو مخصص للاستخدام في مناطق الكوارث التي لا يستطيع الإنسان الوصول إليها. مع أنه يبدو بطيئاً، إلا أنه يمتلك كماً كافياً من الذكاء الاصطناعي، ويمكنه العمل من دون الحاجة إلى مساعدة بشرية. تم تطويره في المركز الوطني للروبوتات في بيتسبرغ شمال شرق الولايات المتحدة، والتابع لمعهد الروبوتات الرائد في جامعة كارنيجي ميلون. إنه أول محطة تقصدها الحكومة الأمريكية والجيش والشركات التي تريد تطوير الروبوتات. لدينا كفاءات وتقنيات فريدة، وثمة شركات تحاول حل المشاكل لكنها لا تنجح في ذلك، وعندما تعجز أو يتبين لها أنه ليس مجال اختصاصها عندئذ تقصدنا. مارسيال إيبير يعمل منذ أكثر من 30 عاماً على جعل الآلات والروبوتات مبصرة، وهو يقول إن الظروف العامة لأبحاثه مثالية في هذه الجامعة الأمريكية الصغيرة الخاصة. لقد كانت فكرة إنشاء معهد من العدم فكرة مجنونة قليلا، لكن هذا المحيط بالذات ملائم تماما لتحقيق هذا الأمر. فرع المعلوماتية لدينا هو أول فرع أنشأ قسما للتعلم الآلي في العالم، كما أنه أحد أول الأقسام للتفاعل بين الإنسان والآلة. يغطي المعهد مجالاً واسعاً فيما يتعلق بتقنية الروبوتات، بدءاً من عجلات مركبة المريخ المقبلة لوكالة ناسا الفضائية، وصولاً إلى أجهزة الاستشعار التي ترصد خطوط الإنتاج في الصين، وهكذا تتعلم الشركات من هذه الخبرة. فجأة يجري 10 أشخاص إلى أحد أقسام الإنتاج، فنلاحظ من خلالهم أن هناك مشكلة. هم يعرفون أن هناك مشكلة، لكن هذه الظاهرة ضرورية لكي يفهم النظام أيضا ما يجري في محيطه. نجاح المعهد هو رمز لإعادة ازدهار بيتسبرغ بعد انهيار صناعة الصلب في الثمانينيات. فهل كانت الروبوتات هي المنقذ؟ ليس بهذه السرعة كما يقول المتشككون، فتقنية الروبوتات قد تكون نذير موجة جديدة من الأتمتة، الأمر الذي سيقضي على العديد من فرص العمل، وحتى قيادة السيارة ليست بمأمن من ذلك. يصر المركز الوطني على أن يكون الروبوت مساعداً للإنسان، لا أن يحل محله. ستمضي أعوام كثيرة قبل أن يحل الروبوت محل الإنسان. ولكن ماذا عن الخوف العميق المتعلق بأن تصبح الروبوتات التي تلي تشيمب ذكية وقوية لدرجة أنها لا تهدد فرص العمل فحسب، بل البشر أنفسهم؟ لا تتمثل المشكلة في كون تقنية الروبوتات خطيرة لأننا نحن أردنا ذلك، وإنما المشكلة هي السؤال كيف ينجح الإنسان في وضعها في نظام يمكنه التحكم فيه. كيف يمكن للمرء مثلا أن يتحكم في نظام يعتمد على تعلم البيانات ويتلائم معها؟ روبوت قابل للتعلم ويمكنه أن يغير نفسه أيضا. I am putting the blue block in the blue bin. سيكون بمقدور هارب لاحقا تنظيف الطاولة والطبخ، ولكن عليه أن يتعرف على الأشياء وأن يمسك بها وأن ينقلها من مكان لآخر. يبدو الأمر بسيطا، لكن تأثير هارب طويل الأمد يمكن أن يكون مفيدا، ولكن لا تزال ثورة الروبوتات في بيتسبرغ في بدايتها.